شرحنا او حضرتك شرحت بتفصيل الاهلي يقدر يتعامل ازاي مع مباراه الوداد. هل فكره المقارنه ما بين الوداد والرجاء على طول الخط انه الوداد اقل من الرجاء فنيا ولذلك مباراه الزمالك اصعب من مباراه الاهلي، ممكن الانطباع ده يجي بالعكس تبص للوداد فريق قوي جدا جدا اللي معمول حسابه على ان هو اقل من النادي الاهلي تلاقيه بيفاجئ النادي الاهلي؟ بص انت في دور ما ينفعش فيه الكلام ده. يستحيل اربع فرق يوصلوا للمربع الذهبي وتقدر تقلل من حد. هو الوداد والرجاء مستواهم اعلى من كده اصلا، لكن هم نظرا لظروف معينه سواء انهاك بدني، غيابات، كورونا، كل دي اسباب خلتهم يظهروا بشكل مش كويس. لكن انا يستحيل اوصل لقبل نهائي افريقيا واي حاجه تقللني، زي بالظبط الحاجات اللي طالعه يقعد يقول لك لازم لعيبه الاهلي تتعامل بجديه، وهو يا جماعه ما الكلام ده خلاص بطل من زمان. هو اللعيبه هتنزل قبل نهائي افريقيا مش بجديه؟ لعيبه ده لعيبه محترفه. فالكلام ده خلاص، زي بالظبط فكره انت بتشرح الاهلي بيلعب ازاي، الكلام ده بطل، والله بطل، ما يعني ما فيش الكلام ده خالص. وكل النصايح اللي طالعه دلوقتي يقول لك اوعوا تنزلوا مستهترين والعبوا بجديه وسيبكوا اكن المباراه كانت تعادل.